نشوفوا التغذية والمواد الغذائية اللي يمكن تقووا بها في رمضان حتى نصوموا رمضان يعني في القوة. يعني عطينا قوة. قوة. إذا كنتمنى الأسئلة تكون في هذا السياق هذا، هاد النصائح اللي كنتي عطيتينا في من البداية يعني في التغذية، في بعض الوصفات عطيتيها لنا ما خاصش بالضرورة يعني بالمرض، ولكن خاصة بالعادات ديالنا، خاصها تدخل في العادات ديالنا. لو كان ما نظنش غنحتاجوا شي نصائح أخرى، رمضان غيدوز عندنا مزيان إذا كنا مثلا جميل. شهور وحنا متبعين هذيك الطريقة. غادي يكونوا حققنا شيء. غادي نكتشفوا على انه التغذيه ديالنا ماشي لابد ديال الكميه. نعم. والناس يمشيو مع الكميه طبله عامره والشهيوات كثيرين بلا باس، ولكن الى اختارينا الا فهمنا الكميه اننا محتاجين اقل من كيلو في اليوم في الايام العاديه، اذا في رمضان غادي نحتاجوا تقريبا اقل من كيلو. ولكن شراب الماء هو المحوري. هنا تلقاو شراب الماء ممكن ناخذوه في رمضان بالطريقه اللي تناسبنا، مادام رمضان الوقت ديالو ضيق وماديش نقدروا ناكلوا بشكل اكبر، نقدروا غادي نختاروا ما امكن العصائر، خضر، فواكه، فيهم املاح معدنيه جيده، فيهم فيتامينات، وفيهم مواد جيده منهم السيلينيوم، منهم هذه المواد الطريه، ولقينا على انه بهذا الاسلوب تيمكننا اننا نتغلبوا بشكل متميز على حسن الصيام وحسن ضبط صحتنا بشكل جميل. اذا واخا الناس اللي كانوا كيديروا هذوك النصائح قبل، واخا هكاك خصهم شي معلومات زايده في رمضان؟ والمعلومات الزايده هو يتعلموا ياكلوا الامور سهله الامتصاص مع الافطار مع الاذان المغرب. هادشي اللي غنزيدوهم. هما اللي غنركزوا عليه اكثر، وناكلوا حاجه كونسيستونت في السحور. شي حاجه تكون بحال الريب كيتكون عليه اللي تعاوننا باش نشدوا اليوم الطويل خصوص العطش. الله يعطيك الحبيبه شو، انا بغيت نسول الدكتور الله يعطيك السر، انا عاد درت تحليله ولقيت عندي لاكليزي اند 32 وكوليسترول 2.80 ودابا تنحير شنو ناكل. الله يجازيك. شحال تريكليسيريد؟ بغيت نسالي الله يجازيك. لا تريكليسيريد شحال؟ لاكليسيمي 1.32. لاكليسيمي هي؟ اييه، والكوليسترول 2.80. ولا تري غليسي غيد 0.96. مزيانة. 0.96. نعم. ما تنعرفش شنو ناكل. الله يجازيك بخير. تتاخذ دواء السكري؟ تتاخذ الدواء ديالو؟ لا ما عطاتني لا دواء لا والو، عطاتني غير ريزين، ولكن انا حتى ناكل. الو، ثلاثة د الحوايج بالنسبة للحالة ديالك الأخت، عقل زيت الزيتون 100 غرام في النهار. ركز مزيان، قيد زيت الزيتون 100 غرام في النهار، قسمها بين الافطار والعشاء، حاول تاخذها مع الحسوات الشعير. علاش زيت الزيتون؟ باش تعاونك باش العروق يتقواو والدماغ والقلب يشتغلوا بشكل صحيح باش جسمك ما ينهارش، واخا؟ ثانيا انه شراب الماء. الا حسيتي بالعطش اثناء بدات تاخذ الريب كيف تكلمنا، بدات تاخذ الامور اللي عندها علاقه بحال السمك، بدات تستعمله مزيان. وثالثا حاول مني تحس بالعطش في وسط اليوم ديال في وسط نهار ديال الصيام، حاول انك ديما ترش بالماء او تاخذ دوش خفيف وما تخليش جسمك ينهار. ولا حسيتي بالعياء سيشوف الطبيب مباشره. اذا المغامرات ما عندنا ما نديروا بهم، ولكن الا تبعنا النصائح بهذا الشكل غادي يكون جميل ان شاء الله. انا يا عزك عمري 25 عام. نعم. وعطوا لي 1.62 وكانت 45 كيلو. نعم. وملي درت كنت شاكه انا يكون عندي فقر الدم، ودرت تحليله وما صدقش عندي الحمد لله. ودابا انايا عندي ما عنديش شهيه بزاف وما كنتش كاع في الوزن. نعم. اي سؤال؟ وباغا نتواصل مع الدكتور الا كانت حاجه مفيده لصحتي. وفاطمه دنيت عندي شهيه خصها تبقى لي عاوتاني بزاف وخايفه. الوغ من المواد اللي لابد نتعلموا ندخلوهم في رمضان مهم جدا هو القمح تنبتوه او الحلبات تنبتوهم، ونتعلموا ناخذوهم مع العصائر فواكه خضار، وناخذوهم كذلك مع ناخذوهم مع الاكل مباشره. نتعلموا ناخذوا 200 غرام، هادو فيهم فيتامينات مهمين، فيهم بحال بي بحال دي بالانواع سي والاو، واللي جميل هو انه تيعاودوا يبنيو جسمنا والانتباه، القلب تيشتغل مزيان، الدماغ كذلك. هادو مواد حاولوا تدخلوهم. الناس اللي عندهم بنيه ضعيفه مزيان يدخلوا العسل معلقه كبيره في كاس الماء مع حبوب لقاح. علاش حبوب لقاح؟ حيت انه البنيه تعطيها قوه. لدمالين السكري الا تعلموا ياخذوا كاس ماء مغلي فيه معلقه حبوب لقاح او حبوب لقاح زيدهم في الاكل ديالهم بحال في الحسوات الشعير او في العصائر، غادي يعطيهم بنيه وقوه. كذلك هذه البنيه هذه اللي عندها مشكل ديال البنيه ضعيفه والشهيه، وهذو مواد. كذلك الرايب حاول تاخذه بعين الاعتبار، وبعد لي من المواد السكريه بزاف. السكري ما تاخذهمش في السحور ما امكن،
حاولوا تاخذوهم في الاول، وحاولوا ما امكن انكم تاخذوا امور 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 مقويه بحال البيض البلدي وحده تاع الجوج في السحور مثلا ومع الافطار، كذلك البلدي اقول كذلك خذوا العصائر بزاف هادو مهمين. يعني مسلوق يكون افضل؟ مسلوق دائما باش يدوز دغيا ونستافدوا منه. نعم. عندي طونفاميناز عندي طالعه، وعندي تريكليسيريد طالعه، وعندي سيل كوليسترول طالع، وعندي مشكله ديال النعاس الارق بالليل. شحال عندك من عام؟ عندي 45 سنه. شحال الوليدات تبارك الله؟ عندي يعني. ما شاء الله. اذا في هذه الحاله السكري ما كاينش ولا طونسيون مزيانه؟ مزيانه. احكي لي شتي الطبيب بالنسبه للكبده، درتي ايكوغرافي، درتي تحاليل، درتي فحوص معينه؟ درت تحاليل لقيت طونسوميز عندي طالع، عندي كبده الكبده ليكوغرافي التلفازه درتيها؟ درتها شحال هذه ودرتها قال لي مزيانه. عباد الله شحال هذه، شحال 30 عام؟ عاودها صاحبي، دابا رمضان داخل مزيان. سير شوف الطبيب ديالك، شوف الكبده كيف هي، حاول تشوف لك التحاليل، عاود شوف التحاليل من جدا وجديد، وعاود وحاول تصل بيا من بعد. علاش؟ حيت الكبده لا كانت متعبه، اما فيها دي كيست، ممكن فيها دي زونجيوم، ممكن فيها مشاكل معينه ما عرفناش بالضبط شنو هو. لابد التقرير الطبي غادي يكون في هذا الاطار، وعلى اساسه غادي نعرفوا كيف الامور تمشي. ولكن النصيحه الاوليه اللي غادي نعطيك، زيت الزيتون على الريق 3 المعالقات، ما تفطرش، تنتكلم على الفطر العاديه مزيان. ثم هاد النهار هذا تكثر لي من عصير التفاح، 5 تفاحات مع 2 معالق المعدنوس، وتعطيني واحد الباربه. هذه ما نكرهش تكون هو الاكل ديالك طيله اليوم، على ما تمشي تشوف الطبيب وتشوف الحاله ديال الكبد ايكوغرافي. الى فما نظنش، على كل حال نشوفوا الفحوش شنو هي ويبقى الاتصال. نعم. شكرا. بغيت دكتور الله يجازيك بخير، بغيت نسولك على البلبلات الشعير، واش الا فطر بها واش كتزيد في الوزن؟ هادشي اللي بغيت نسولك. الله يجازيك بخير. طيب كريمه بقي معنا في الاستماع. عموما هي ممكن اخذها في رمضان، هي من المقويات مثلا؟ مقويه مهمه، لانها مقويه القلب والشرايين والدماغ والكلى. شحال واحد ما تيستهن بها، تتقوي الكلى. فالناس اللي عندهم الكلى ضعيفه مزيان ياخذوها. والحريره هو انا تنفضلها هي. تفضلها هي. حيت الحريره عاود فيها حويجات اخرين، وهي اصلا مديوره للبرد الحريره اكثر من مديوره للصهد. اذا فحسوه الشعير وحاجه خفيفه غادي تكون افضل، حيت حنا محتاجينش كالوريات كثير. الحريره فيها كالوريات كثير، حنا محتاجين الامور اللي غادي نتقوى بها وبورتونيغ لوكو بالنسبه ليا. وفيها الفوسفور كالسيوم زائد جدا، فمزيان ناخذوها. فهي مفيده، واللي بغى يزيد، اللي بغى من خلالها يزيد الوزن، يزيد لها شويه زرعه كتان جنجل النافع مزيان، ويحاول يعمر الشعير والحمص، يديرهم تقاوت، بدا يزيدهم في الاكل ديالو. هادي كلهم مهمين جدا. طيب السؤال هو واش كتزيد الوزن؟ وحسب كيف خديناها، الا خدينا بالطريقه الصحيحه غادي تزيد الوزن. خدينا مثلا مع الاكل بتمرات مزيانين، وكيف ذكرنا زرعه كتان جنجل النافع. اما الا بغيتي تاخذها بوحدها بحال السيد اللي كان عنده القيء والعياءات، خداها فقط غير بوغ تونيغ لوكو باش جسمه يبقى شاد، وما ينزلش على لو مينيموم فيتال، الاقل شيء اللي غادي يحيا به ويتقوى به. الحمد لله مشى القيء في الاسبوعين اللي كان خداها، الحمد لله راه غادي مزيان، راه اتصل بينا الحمد لله. حنا تنشتغلوا باش يكون عنده ان شاء الله الانجاب والدريه، فلقينا على انه بالعكس التيا لوكو بغى يزيد بها الوزن، تضيف لها حويجات اخرين. اما بوحده لا. نعم. علما انه الشعير واللي سيريال هما 70% ديال التغذيه ديالنا، باش نكونوا في تغذيه متوازنه متكامله. الله يخليك نسول الاستاذ. مرحبا. نعم. الله يخليك نسولك، انا عندي مشكل ديال النصران. واش ياثر عليا في رمضان؟ دوزت عند الدكتور قال لي راه منسوخ لك شويه. هو بالعكس، الا كان من فوق الجوع راه مزيان. انت ملي تتجوع كي كل النصران عندك؟ دابا انايا فاش كنخرج، يعني خروج يعني خروج غائط، واخا كان جاري واخا كان قاصح كيضرني. اذا المصران خص دير فحوص للمصران. اما اصلا الجوع فهو مزيان، الجوع مزيان. دابا انت بدات تاخذ، حاول تاخذ الماء المغلي في الحين ملي تحس براسك متعبه، اخذ الماء والبصل، هادو غادي ينقيو لك الامعاء ونقيهم بدرجه رفيعه جدا. الفحوص الطبيه الاستخصى تمشي للكولون المصران الكبير ويشوفوا لك كيف هو. وفي حالة ما كانش عندك الوقت لهذه العمليه هذه، ومستحيل ما يكونش عندك الوقت، انه ضروري تاخذ عصائر فواكه خضار طيله الايام الاولى تاع رمضان مع التمر، وخلي جسمك يرتاح. من بعد 3 أيام 5 أيام ممكن اسبوع ان شاء الله مصران يرجع للطبيعه ديالو الطبيعيه. الله يخليك. الفحوصات بحال حنا درت كفازه، درت ليكوغرافي عند الدكتور. لا ليكوغرافي ماشي هو الفحوص تاع المصران عباد الله.
وفحص المصران كاين واحد الكاميرا تيدخلوها من المخرج وتيشوفوا المصران كيف هو، واش مجروح واش متعفين واش شنو بالضبط، لا لا كولونوسكوبي، والطبيب المختص عارف شغله، سير عنده بغيت ندير فحوص على المصران نعرفهم كيف هما على اساسهم. والانتفاخات راه كنا ذكرنا سلفا الماء المغلي مزيان، كذلك تنديروا مفحم ديال العظم ديال التمر تنفحموه وتنديروا نص معلقه صغيره مع شويه الماء راه تيخوي الامعاء اذا كانوا منتفخين. ما يكون بس ام هيثم. اس ام اس اخر يقول الله يخليك انا مريض بالسكري، شنو هي الام ماكله اللي نقدر ناكل مقويه؟ لكن شتي الطبيب واش تصوم ولا ما تصومش؟ فاول شيء اللي انا بشكل عام تعطيني المنبه ديال الحلبه وديال القمح كل منهم نص كيلو في النهار، وانا نفس الكميه. نعم انا ما تنزيدش فيه، بالعكس حاولوا انه تاخذوهم لانه غادي ينقي لكم الامعاء وغادي ينقي الدوره الدمويه وغادي يعطيكم انزيمات وفيتامينات مهمين حتى الجسم ياخذ القوه ديالو. ثانيا العصائر، العصائر العصائر فواكه خضر ما عنديش مشكل، واخا يكون التفاح واخا يكون الليمون ما عنديش مشكل، خذوا هذه العصائر. العصائر كتشرم غلط يعني العصائر فوالا. العصائر هو تناخذوا الفاكهه تنعصروها كما هي، ما تنزيدوا ما تنزيدوا حليب. بمعنى تاخذوا ذاك العصاره المعلومه. ماشي غير صحاب سكري ولا غير صحاب سكري. لا السكري تنتكلموا دابا، حنا تنركزوا على هذه السيده هذا. فالتميره جوج ثلاثه ماشي عيب، ماشي مشكل. في حاله ما حسيتي بالسكري كذا طالع، ديما ذاك الفاكهه زيد لها شويه ديال المعدنوس، معلقه كبيره او جوج، او حبه ديال الثوم. كل واحد والجسم ديالو. لقينا هاد العصائر المقويين، كذلك السمك ضروري واحد 200 غرام في النهار حتى 300 غرام طيبه بالثومه ومعدنوس، وحاول تاخذ خبز ديال الشعير. وفي السحور ضروري السحور تاخذ المنبات واحد 200 غرام وتاخذ الرايب. علاش ما ديرش المنبات 200 غرام كب عليه واحد 200 غرام ديال الرايب وخذه كانه تتاكل سيكوك. ولما لا ولما لا سيكوك في السحور؟ السيكوك في السحور مفيد جدا. هنا تتحسوا على انه ملي تناكلوا البذور منبته او البذور مهرمشه بحال بلبلات الشعير ونزيدوا لها الرايب. الرايب ماشي اللبن، البن بالنسبه ليا تيجري الكرش وتيخوي الكرش، الرايب يشد الكرش وتيعاون على العطش غيكون افضل. نعم معليش. السلام عليكم. الله يخليك، انا عندي المشكل في الراس، عندي الدوخه ديما في الراس وديما فشلانه وديما عندي الاعصاب في المعده، واكثر ملي كنصوم في فتره رمضان كتجيني هذا الشيء اكثر بزاف. ما عرفت شنو غنستعمل. شحال السن ديالك الاخت؟ 38 سنه دكتور. تبارك الله. وشنو هي ماكلتك؟ ما حاولتيش ماكلتك توزنها وتنقيها شويه؟ شنو دكتور؟ الماكله ديالك ما حاولتيش تنقيها وترتبها شي شويه؟ ايوا زعما كنحاول، لكن ذاك الحاله كتجيني ما عرفتش. هي حاله في الايام الاولى، ثلاث ايام الاولى عاديه. هي عندي مشكل ديال الطونسيو، كتيح لي الطونسيو بزاف. داكوغ. يلا فابتداء من هذه الايام الاولى بدات تاخذ العصائر بزاف. مزيان؟ وهذه العصائر زيدها شويه القرفه او شويه سكينجبير، غير راس المعلقه صغيره. واخا شويه القرفه صغيره، وحاول هذه العصائر تاخذها عده مرات بخصوص في الافطار. وفي السحور حاول تاخذ لك المنبتات ديال القمح او الحلبه. فالناس كان عندهم هذا المشكل وقدموا شهاده على صعيد هذا المنبر شدا اف ام، وبينوا على انه الحمد لله حرق الراس ما بقاش والعيا ما بقاش. اذا خذ هذه المنبتات، غالبا ماكلتك طيبه بزاف، بدات بعدو من الطيب وخذوا الطازج الطري. على الطريقه الصحيحه للصيام في العمل، وما هي طريقه لشرب الماء المغلي والبصل في رمضان، وهل يجوز الاحتفاظ بهم في الثلاجه؟ هذه ساره من مدينه فاس. اذا اول سؤال لساره، يعني باش تخدم عادي في رمضان وهذا، كاين يعني شي نصائح معينه الماء المغلي بالنسبه للماء المغلي والبصل؟ لا هو غالبا هذه المنقيات في رمضان تنحاولوا نبعدوا منهم في رمضان، حيت جسمنا تبارك الله تيدوز 15 ساعة كله تيتنقى بوحدو. تيتنقى، فعملية التنقية حنا ضمناها. طيب. بخصوص أنه تبارك الله الأجواء الإيمانية كاينة، فتنحافظوا تنقويو، فالحمد لله التنقية كاينة. تندوزوا المقويات، لذا تكلمنا على العصائر، وتكلمنا على التمر، وتكلمنا على زراعة التنجنجلان المزيان يكونوا، وتكلمنا على القمح والشعير مقرملين مطحونين. اسمح لي واحد الملاحظة أستاذ، بالنسبة لزراعة الكتان، لأن كاين اللي كيزيدها في السلو، حنا ملاحظة كنا سبق وقلنا أنها ملي كتزاد في السلو كتغمال، فبالتالي تقدروا مثلا السلوتات تبغيو تاكلوه وتزيدوا في
فيها شي معلقه صغيره مثلا ديال زريعه الكتان تخلطوا ديك الساعه وتاكلوها باش ما يغمرش لكم، في نفس الوقت ديروا بنصيحه ديال الاستاذ وتاكلوها زريعه الكتان. هذه من جهه، كاين جهه اخرى هو انه حنا ديما هذا النوع من 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 المكرملات او المحمصات اللي تنستعملوا نبداو نتعلموا نديروا نستعملوا غير الشيء اللي غناكلوه في ثلاث ايام الاسبوع الاول، علاش غنديروا ديال 30 عام؟ لذا انه تنتعلموا ناخذوا ذاك المقادير بحال القمح اللي غادي نطحنوا ونخبزوا به حتى هو ديال ثلاث اسابيع اصلا، اذا بحال هذه الامور قاعده اساسيه ديما ناخذوا هذه المواد اللي غنستعملوا بين ثلاث ايام واسبوع والخير موجود نعاودوا نوجدوا. من بعد رمضان كتقول ساره واش ممكن نحتفظ بها مثلا في الثلاجه الماء والبصل نعصروا ونخليه مثلا ثلاث ايام؟ لا، ممنوع ديك الساعه، حيت البصل فعلا كيكحل وتولي. والغريب في الامر هو البصل ملي تنحطوه في البيت الميكروبات ديال العالم كله تيمصها، اذا حتى ملي تنحلوا البصله من بعد اسبوع اسبوعين في المكان اللي فيه المرض بحال لي زوبيتو مثلا تلقى خامجه من الداخل. هو بالعكس الا كان من فوق الجوع راه مزيان، انت ملي تتجوع كي تيكون المصران عندك؟ دابا انايا فاش كنخرج يعني خروج يعني خروج الغائط واخا كان جاري واخا كان قاصح كيضرني. اذا بصراحه خص دير فحوص للمصران، اما اصلا الجوع فهو مزيان، الجوع مزيان. دابا انت بدات تاخذ، حاول تاخذ الماء المغلي في الحين ملي تحس براسك متعبه، اخذ الماء والبصل، هادو غادي ينقيو لك الامعاء ونقيهم بدرجه رفيعه جدا. الفحوص الطبيه الاسترخص تمشي للكولون المصران الكبير ويشوفوا لك كيف هو، وفي حالة ما كانش عندك الوقت لهذه العمليه هذه ومستحيل ما يكونش عندك الوقت، انه ضروري تاخذ عصائر فواكه خضار طيلة الأيام الأولى تاع رمضان مع التمر، وخلي جسمك يرتاح من بعد ثلاث أيام خمس أيام ممكن أسبوع إن شاء الله مصران يرجع للطبيعة ديالو الطبيعية. الله يخليك. الفحوصات بحال الحمد لله درت كيفاز درت ليكوغرافي عندك؟ لا ليكوغرافي ماشي هو الفحوص تاع المصران عباد الله. فحوص المصران كاين واحد الكاميرا تيدخلوها من المخرج وتيشوفوا المصران كيف هو، واش مجروح واش متعفين واش شنو بالضبط، لا كولونوسكوبي، والطبيب المختص عارف شغله، سير عنده. بغيت ندير فحوص على المصران نعرفهم كيف هما على اساسهم. والانتفاخات راه كنا ذكرنا سلفا الماء المغلي مزيان، كذلك تنديروا مفحم ديال العظم ديال التمر تنفحموه وتنديروا نص معلقه صغيره مع شويه الماء راه تيخوي الامعاء اذا كانوا منتفخين. ما يكون بس. اس ام اس اخر يقول الله يخليك انا مريض بالسكري، شنو هي الام ماكله اللي نقدر ناكل مقويه؟ لكن شتي الطبيب واش تصوم ولا ما تصومش؟ فاول شيء اللي انا بشكل عام بشكل عام بشكل عام بشكل عام تعطيني المنبه ديال الحلبه وديال القمح كل منهم نص كيلو في النهار، وهنا انا نفس الكميه. انا مثلا سميتو ما تنزيدش فيه، بالعكس حاولوا انه تاخذوهم لانه غادي ينقيو لكم الامعاء وغادي ينقيو الدوره الدمويه وغادي يعطيكم انزيمات وفيتامينات مهمين حتى الجسم ياخذ القوه ديالو. ثانيا العصائر، العصائر العصائر فواكه خضر ما عنديش مشكل، واخا يكون التفاح واخا يكون الليمون ما عنديش مشكل، خذوا هذه العصائر. العصائر كتفهم غلط يعني عصائر فوالا. العصائر هو تناخذوا الفاكهه تنعصروها كما هي، ما تنزيدوا ما تنزيدوا حليب بمعنى تاخذوا ذاك العصاره المعلومه. ماشي غير صحاب سكري ولا غير صحاب سكري؟ لا السكري تنتكلموا دابا حنا تنركزوا على هذه السيده هذا. فالتميره جوج ثلاثه ماشي عيب ماشي مشكل، في حالة ما حسيتي بالسكري كذا طالع ديما ذاك الفاكهه زيد لها شويه ديال المعدنوس معلقه كبيره او جوج او حبه ديال الثوم، كل واحد والجسم ديالو. لقينا هاد العصائر المقويين كذلك السمك ضروري واحد 200 غرام في النهار حتى 300 غرام طيبه بالثومه ومعدنوس، وحاول تاخذ خبز ديال الشعير، وفي السحور ضروري السحور تاخذ المنبات واحد 200 غرام وتاخذ الرايب. علاش ما ديرش المنبات 200 غرام كب عليه واحد 200 غرام ديال الرايب وخذه كانه تتاكل سيكوك، ولما لا؟ ولما لا سيكوك في السحور؟ السيكوك في السحور مفيد جدا. هنا تتحسوا على انه ملي تناكلوا البذور منبته او البذور مهرمشه بحال بلبلات الشعير ونزيدوا لها الرايب، الرايب ماشي اللبن، البن بالنسبه ليا تيجري الكرش وتيخوي الكرش، الرايب يشد الكرش وتعاون على العطش غيكون افضل.